اوامر الاستاذه الدكتوره. طبعا كنت سعيده جدا بهذه الجلسه اللي انا فيها. احنا بس علشان في بعض ظروف السفر فاحنا في تغيير بسيط في السكيدول. دكتوره لمياء ان شاء الله دلوقتي is going to introduce EPICO symposium على السيتاتراك زون. نقعد لها. احنا هنبتدي يعني بوينت مهمه جدا. دكتور مجدي ده طبعا هم فيكتيم ولا لا؟ احنا عايزين نجاوب على السؤال ده عشان احنا كلنا بنستخدم السيتاتراك زون في الحياه العمليه بتاعتنا. هل السيتاتراك زون ده فيكتيم؟ ده السؤال اللي احنا دايما بنقول احنا نستخدمه ولا نخاف منه ولا في مشاكل فيه؟ ده اللي احنا عايزين نساله. من الشغل بتاعنا احنا لنا 48 يعني يومين اهو بنتكلم في الانتبيوتيك وصرحنا كتير جدا فيها. من كل الكلام اللي احنا قلناه لقينا ان اكتر جروب بنستخدمها هي البيتا لاكتام. اكتر واحده بنستخدمها في كل حياتنا اليوميه سواء مجموعه امبسيلين اموكسيسيلين اند كاتالاسكور. والمجموعه الاعلى طبعا اللي هي النيروبينين. حتى لما بنصعد بنوصل برضه لمجموعه البيتا لاكتام فدي اكتر واحده بنستخدمها. السيتاتراك زون من الحاجات اللي احنا بنستخدمه كتير جدا. هو سيرج جينيشن كيفال سبورن سيمي سينثيتك وليه ميزات ان هو هاي بوتنسي اجينست بوز جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. فده بيحلل لي مشكله انا لو واقع مش عارف الاثنين حط بفضل اجيب البروز سبيكترم زي ما احنا قلنا. الاضمان في التحت الثاني بصراحه ان هو عنده البروز سبيكترم اكتيفيتي انكريز افيكاسي لونج هاف لايف ودي مهمه جدا جرانتي ان انا دي وانس ديلي ودي بتبقى بتخلي المريض يستخدمه أفيس، بتخلي الطفل الصغير مامته ما تجريش بيه كل شويه عشان توديه ياخد الانجكشن بتاعه هو واحده في اليوم تيجي على نفسها هي تجيب حد في البيت او حتى الكبار تتشالوا دي نقطه مهمه جدا ان انا مش هنزله كل شويه ياخد الانجكشن او ان انا هجيب واحد كل شويه ودي برضه عائق لازم ناخد بالنا في الاماكن البعيده اللي عايزين في احنا انا دايما باخد بالي من الحته دي في الانجكشن. احنا بلادنا فيها حتت كتير جدا بعيده ممكن عايش في الزراعات عايش في حته بعيده ما حدش جنبيه بيعرف يدي الانجكشن. احنا فتره خرجوا من ان احنا ندي انجكشن وبقت المشكله ان الناس صيدليه تدي الانجكشن ولا حد في البيت عايز يجي الانجكشن ولازم ينزل ياخدها في المستشفى. هو صح بس هو مش ادابل في مجتمعاتنا وبالتالي ان انا اديه مره في اليوم برضه ده كان اسهل بكتير علينا. غير الشبكه نفسها فعلا دي نقط مهمه والله اختراعاته بتفرق كتير مع العيانه احنا بنجيب العلاج. الحاجه الثانيه هو الريزستنت الانزيماتيك ديجريديشن احنا قلنا بتاعت البيتا لاكتام او البيتا لاكتاميز هي هو اقل واحد بنس سايد افكت لحد دلوقتي الحته دي مهمه. طب هو لسه افكت ولا في مشكله؟ الهايبر سنسيفيتي بتاعته المفروض ان السيتاتراك زون اكوردنج لروش شخصيا اللي هي طلعت السيتاتراك زون من 1 لـ3% اوف ذيس كيسز ويرقاد انافلاكسس اللي هو حصلت منه المشكله اللي حصل ارست في بعض الحالات فيري رير سايد افكت اوف ذي سيتاتراك زون. وان ريكوجنيشن اند اجريسيف تريتمنت اوف ذيس بروبلم بتخلي الحكايه دي ما تحصلش يبقى برضه هنحط خطين تحتيهم early detection و aggressive management لو انا لقطتها بسرعه ان الطفل ده او الادلت او اي حد هو طبعا بيحصل مشكله دي في الاطفال هتقول ليه انه يحصل عندي المشكله دي لان لو حصلت هتبقى acute unpredictable هتحصل معايا مهما انا كنت دكتور شاطر او غيره عشان برضه ما نلومش على نفسنا كتير ولا على الصيادله هي هتحصل مع السيتاتراك زون للاسباب الاتيه. انا ضغطت على حاجه غلط ولا ايه؟ اعمل ايه انا؟ من الكمبيوتر طب كنسل ولا لا؟ ده خلاص ماشي ما عليك. دي حالات كتير حصلت فيها سايد افكت في بلاد شبه بلادنا زي دي دراسه كانت في الهند دي رير كيس انا هتشوف ان كل الحالات دي رير كيس اللي حصل فيها الانافلاكسس لان هم برضه بيستخدموا الانتبيوتيك اوفر يوز كتير جدا. دي برضه كانت موجوده في باكستان ودي برضه دي او ماليزيا كانت مشتركه ودي كانت من الحالات برضه اللي هي فيتال كيس للقصة بتاعه الانافلاكسس برضه دي حصل فيها قاتله من الريسك وهم بيشتغلوا في الانستيزا في الحالات دي. دي سيتاتراك زون اندوس هايبر سنسيتيف رياكشن سواء اللي هو عندنا نوعين من الرياكشن في اي جي اي اندوس ده اسهل واحد فيهم اللي هو يحصل فيفر ونمبر
نفضل محافظين على دواء زي ده مهم نعطي نقلب الدنيا كلها. في ايران برضو من البلاد اللي زينا بتستخدم سيفتراكزون والكيبروفرن كتير جدا، مع الاستخدام الكتير حصل سايد افكت عنيفه جدا منه في 2009. اكتر واحد لما عمل الدراسات في البيتا لاكتام اكتر واحد عمل سايد افكت كان السيفتراكزون، يعني هو دواء بتاع مشاكل، لكن احنا مش عايزين برضو نفقده، فاحنا عايزين نحافظ عليه. نعمل ايه بقى؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ انا ادي السيفتراكزون الاسيد انتي بايوتيك من غير ما احصله عشان ما يبقاش فيكتر انا السبب بتاعه. اول حاجه ان انا لو هدي انترناسل ادمنستريشن لازم يتاخد في ايد انترناسل انجكشنات. اصل الطفل رفيع جدا وما عندوش نصل بلق، وانا اصر ان انا ادي فيه. طب في طريقه ثانيه للاطفال هي البريفير بصراحه في السيفتراكزون، مش الانترناسل خالص للاطفال. فالانترموسكولر في الكبار لانه لازم يتاخد ديب انترموسكولر، ولازم يتاخد مع السولفنت بتاع اللي هو الليدوكين. فانا لما مش واخد بالي في الاجهزه بتبقى مكتوبه كلمه انترافينوس انترموسكولر فتحات صغيره، لو الصيدلي مش واخد باله ولو انا عملت البريسكربشن بتاعي انترموسكولر انترافينوس وهو انترموسكولر وانا اديت الليدوكين في الانترافينوس هتحصل طبعا الرياكشن، لان احنا اللي اديناه خطا يبقى الخطا مني. فلازم يبقى اول حاجه ناخد بالنا ان ديب انترموسكولر، ولما هديه ماسكولر يبقى لازم هنداوب الليدوكين ما ينفعش يتاخد انترافينوس. طب انا لو هديه انترافينوس بتاع ادمنستر ايه الاحتياطات اللي انا هاخدها؟ احتياطات مهمه جدا. اول حاجه البريفيرد عندي ان انا اديه انترافينوس انفيوجن، فلازم بقى السيفتراكزون عشان نحافظ عليه هو انا بسميه دلوقتي ميديكال هوسبيتال انتيبيوتيك. رجعوه تاني يا جماعه للمكان بتاعه، هو نوت ذا اوت بيشنت انتيبيوتيك خالص، هو ميديكال انتروفينوس انفيوجن هوسبيتال انتيبيوتيك. لو انا هديه بره واضطريت، وده كلنا بنضطر ان احنا ندي انتيبيوتيك في البيت ومش هقدر اديه انفيوجن صعب عليا، اديه انتروفينوس فيري سلولي اوفر 5 مينتس زي الايتافيلين بتاع زمان. ما تستسهلوش ان انت تبدا ده برضه، ما ندوش الحكيمه اللي هتدي اديها الانستراكشن ده. الام بقى هي اللي هتبقى واخده بالها للطفل، هي اللي هتبقى واخده الانستراكشن ده. اديها حل اللي هتدي الحقنه بتاعت السيفتراكزون سلولي انترافينوس 5 مينت، يا اما الولد لو بلطي اديه دي انترافينوس. يبقى احنا كل الحقوق ايه اللي بريفيرد في الاطفال؟ الانترافينوس، مش بريفيرد خالص الانترافينوس فيهم خالص. فالانترافينوس انترميتد انجكشن شود بي جيفن اوفر 5 مينتس بريفيربلي ان ا لارجر بيت، دي مهمه جدا. طيب في الانترافينوس دوز في الاطفال اللي هم انفانت والطفل لحد 12 سنه 50 مللي جرام كي جي اوف اي شود بي جيفن انفيوجن. يبقى البريفيرد في الاطفال الصغيرين الانفيوجن مثل انترافينوس دي هي اللي عملت المشاكل مع السيفتراكزون، ومش عايزين نختاره كمولوكيول مهم جدا في التريتمنت بتاعنا. في النيونات بقى الانترافينوس دوز شود بي جيفن اوفر 60 مينت. الانستراكشن دي من صفحه روش اللي هي طلعت السيفتراكزون مش من البيبر. الانترافينوس ادمنستريشن شود بي كونسيدر وين ذا انترافينوس فود از نوت بوسبل اور ليس ابروبريت فور ذا بيبر. لو انا مش عارف ادي انترافينوس احط الانترافينوس، لكن الانترافينوس هي اول حاجه. طيب في بقى حته مهمه جدا دي كلنا ما بناخدش بالنا منها. السيفتراكزون هو كده كمولكيول ما ينفعش يتاخد مع اي حاجه فيها كالسيوم. مين بقى اشهر محلول فيه كالسيوم عندنا؟ الرينجر. انا في الصيدليه او في عيادتي او في مكاني، ما انا اعرف منين ان الطفل ده راح مستشفى امبارح وخد رينجر وجالي تاني يوم تعبان وعايز ياخد دواء. 48 ساعه ما ينفعش تدي فيها السيفتراكزون مع كالسيوم. 48 ساعة مش ساعة ولا ساعتين، يعني الطفل ده ما يكونش راح مستشفى وخد رينجر بعديها 48 ساعة عشان أقدر أدي السيفتراكزون. فالهيستوري ده مهم جدا، وإلا تبعد عن السيفتراكزون لو أي خد محاليل وأنت مش عارف إيه المحلول اللي خدته. فمهم خالص إن أنا ما أديش ولا حتى في الكانولا بتاعتي، يعني لو اتاخد كالسيوم في الكانولا في أي وقت ما ينفعش أدي خالص معاه. هو ده بيعمل سيفتراكزون كالسيوم كونكشن كده، وهو ده اللي عمل المشاكل اللي حصلت في الطفل اللي ضايب، لانه كان واخد رينجر في المستشفى وخد السيفتراكزون انترافينوس وحصل سادن ارست على طول ومحدش ايه. طبعا احنا مش بنتكلم سورة ديوت الفريكونسي بتاعت المشكله دي، لازم ناخد بالنا نحذر من الاعطاء بتاع السيفتراكزون ازاي بيتاخد. اول حاجه احنا اللي احنا قلناهم بقى
الكويت قال لنا استاذ فيزون فور انديكيشن نوت ابروبريت ده هوسبيتال ميديكال انتيبيوتيك، هو بتاع هوسبيتال يا جماعه مش بتاع دور الزكام ودور البرد اللي احنا ضيعنا فيه الست فيزون، لان من الحاجات المهمه جدا. وافويد ان انا اديه لو هو الانرجي طبعا ليه، ولو قال لي اقول له خلاص انا مش هديه. امبيشن ويز هيست اوف بنسلين الرجي برضه هيبقى ليميتد لو انا عندي بنسلين والكبد السبورنج ابن عمه ففي كروس رياكشن، فاحنا هنديه ان ليميتد اكسس فيه برضه او اخد بالي. نسيت الاكويبمنت وتريننج بيرسونال فور ذا مانجنج السيريس الرجي رياكشن والتحصل، عشان كده لازم يبقى بص متوازن عشان دي اكيوت وانبريدكتبل، لا شطاره مني ولا خيابه، هو ممكن يحصل مع الست فيزون، فلازم اديه في مكان انا اعرف اتعامل مع الحاله، هعرف انيم بسرعه على الارض واعرف ادي ادرينالين عشان نلحق الحاله. افويد الكونكرنت ادمنستريشن مع الكالسيوم سوليوشنز كلها 48 ساعه، يعني ناخد هيستوري كويس جدا ان الطفل ده ما راحش المستشفى، ما راحش العياده الخارجيه، ما راحش الاستقبال وخد محاليل. لو انت مش عارف المحاليل اللي خدها ما تديش للترايزون، لو عرفت ان هو رينجر خد بالك، لو ما عرفتش ما تديش، يعني ده دايما انا لو مش عارف ما تديش. لا مش الاكل هي المقلوب. الجبن زاد الاخلاق في الحاجات دي بصراحه. ده الطريقه طبعا اللي احنا بنتعامل مع الانفلاكسس، نايم على الارض وندي ادرينالين وليس ستيرويد. الانفلاكتيك شوك المانجمنت بتاعها ادرينالين والجرعات بتاعتها موجوده كلنا، حد بيحصل انت هتطلعها بسرعه وتلحق تديها، بس هو اسهل حاجه نص مللي عشان ندي بسرعه نسعف بيها ولازم ينام في السكه دي. طبعا الابسيفين من الحاجات المهمه جدا اللي بيقلكم، الابسيفين من الحاجات المهمه ليه؟ عشان هو ده اللي لما روس طلعت مصر صرح للابيكو اللي هي تطلع الابسيفين، هو ده بتاع روس، لان هو الوحيد اللي بيجي الكونتنت بتاعته من البلد الاصليه بتاعه الابسيفين من ايطاليا، والكونتنت بتاعته كلها بتتجمع، وخد دبليو اتش او ابروفال عندنا في 2014. وهو بيستخدم الفيزون على صوديوم وواخد الجوده بتاعته، وطبعا من الاسعار طبعا ايبكو من الحاجات اللي هي بالنسبه لنا انا بسميها هي بعد المالتي ناشونال ايبكو رقم واحد بالنسبه لنا. اتغيرت يا باشا، هنوريك العده الجديده، بس هم لازم يفاجئونا كده بالجديد. هم غيروا الاسعار كمان يعني. ايوه وغيروا الاسعار وطبعا حطينا الاسعار الجديده مضطرين، بس الميزه يعني ان لسه الانترا فيروس الاطفال هو النص لسه بالسعر القديم، والربع طبعا لسه بسعر 7 جنيه ده مش موجود اصلا دلوقتي، ودي حاجه مهمه. دي العلب الجديده اللي قالها دكتور رمضان، انا موافقه يعني حلوه جدا الكومنت دكتور رمضان اللي قاله، عشان ايبكو عملت الحته اللي انا كنت بدوق فيها عشان اعرف الامبول ده انترا فيروس ولا انترا ماسكولار، بيبقى في حته صغيره جدا كده بالذات في الست رجل. هم خلونا بقى نشوفهم لون الازرق بالانترا ماسكولار كاتبوها واضحه على العلبه، والانترا فيروس واضحه جدا على العلبه، ودي مهمه جدا من ايبكو. وان كونكلوجن الست رجل كان انديوس سيريس اند بوتنشالي فيتال ادفيرس ريأكشن، والرابيد انترافينس انجكشن انسيستم وحش، والانسيستم انجكشن وحش، ولازم ناخد بالي من الالرجي ريأكشن عشان ما نأفويد ان يحصل عندي سيريس سايد افكت، وانا دواء ده مهم جدا بالنسبه لي عشان ادفانس كثيره جدا منه. اند ثانك يو فيري ماتش. هي طبعا معوده انها تعمل لنا يعني انا مش عارفه دي ايه الكابوله دي البتاع اللي بتشيل في دي الترعاط اللي هي هو قمار يعني ولا حاجه. بصي طالما ما كتبتش ومليش ورقه لا ده اسمي في الاول. اولا شكرا محاضرة جميلة جدا، ممكن تنقلي اطفال معانا نتشرف نتشرف والله. الله يخليك، محاضرة جميلة جدا ورائعة، وكل الحاجات اللي بين السطور بنقولها ما شاء الله، بس انا احب اقول بس حاجه في التستنج في البنسلين. It is of no value. It is of no value. ليه؟ المسل بتبقى سنسيتايز بالاي جي بي بتاع الانتيبيوتيك ده. انا عملت سكين تستنج النهارده امتى المسل تطلع تحصل لها دي جرانيوليشن لما كل الاي جي اي ريسبتورز تبقى اوكيبايد. وانس ذيس اوكير البريدج الانشن اللي انت حقنته بيبريدج تو اي جي اي يحصل سكويزنج يطلع لك الهيستامين او الريدي بريشر والكيف تبقى بيدخل في الدري اكشن. اذا عايز تعمل يبقى بتعمل سكيل تيست كل حقنه، ما ينفعش سكيل تيست وانس، لان
ان المصل اللي انت مش عارف هي اوريدي سنسبايز اور نوت في البنسلين كله. احنا بنقول حتى في اللونج اكتف البنسلين فورماتيك فيفر من زمان كل حقنه علشان سنسيتايزيشن اوف ذا مصل دي مهمه جدا وهم من الناس مش واخده بالها. وانس انا عملتها خلاص هي هو كبر اللي عايز يعملها بيدي لو 0.01 ملي انتروديرمال وده عايز بروفيشنال. يعني انتروديرمال يعني ايه؟ زي التوبركلين. يعني انت عملت اديت البي سي جي في الاطفال وما اديتش انتروديرمال صح هيديك الانفكتنايتس. لو عملت سكين تيست وانتروديرمال برضه لازم تعمل انتروديرمال. انما لو عملته لازم تعمله كل مره ده الانونسمنت. لازم هما مش بيلاقوا جايين لا بالنورمال سلاين وبتعمله. ولكن تاخد بالك من حاجه اسمها ويل اند بريير. اذا ما دوزنت ميك سنس بس كنت اسمي ده اللي عايز اقوله. عايز تعمله بقى تعمله وانس. لا يا مش الليدوكين لا. بقى انت غلط. ده اكتر من كده يا دكتور محمد. ده من الاول كده بيقول العيال انت عندك حساسيه. انت عندك حساسيه من الاول كده. انت حساسيه انت عندك كده ده من الاول بيريح نفسه حساسيه. ما هو برضو ده برضو مش صح. ما هو لما الام تيجي لي تقول لي الولد ده بياكل بيض طول عمره حصل له رياكشن اهو. هو ده هو تبقى مطر تايم فور سنسيتايزيشن اوف ذا ماست سيل. لما تبقى الاي جي كلها اوكيبايد تطلع لي الرياكشن. شكرا لك. احنا اللي شايفين يا دكتور مجدي ذس يعني امبورتنت يعني نوت طبعا. دكتوره لمياء معاكي شنط واكياس وهيصه مخبيهم ورا البوديوم. بوينت عامله زي بالنسبه لنا اللي هو ايه بيجنننا طوبه كده. فبنعمل ايه احنا بنخطط دي طبعا. هي ستيل ا بروبلم لان هي فعلا السنسيتيفيتي تيست ما بتعملش صح ولا يعني يعملوها انتراديرما ولا هم يعني ولا اي حاجه. انت عندك بس في نقطة برضه دكتور مجدي على بال ما هم يبقوا جاهزين. في بعض الأذر أنتي بايوتكس بيقولوا it doesn't necessitate with every dose. Is it real؟ ولا هنبتدي بقى